هذا الموكب موكب الباقر لمؤسسة بهجة الباقر الخيرية بإشراف مكتب الشيخ الدكتور همام حمودي. طبعا هذا الموكب تأسس سنة 2010 على طريق الزائرين بغداد، يستقبل الزائرين على مدى هذه الأيام، صار لتقريبا 8 أيام، وراح نعرف التفاصيل أكثر مع الخدمة الموجودين. نعم. يقدمون مختلف الخدمات للزائرين، وأيضا في منام للزائرين، وأيضا قبل قليل كان أكو هو مكان مخصص للصلاة، لإقامة الصلاة. راح نعرف هذه التفاصيل، تعالوا وياي بجولتنا بموكب الباقر حتى نشوف الخدمة. هم مستعدين الآن تقديم الماء وأيضا الشاي والكعك وهواي خدمات، راح نعرف تفاصيلها وياهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أجورين، عظم الله أجوركم، تقبل أعمالكم والله يساعدكم على وهاي مساهمة إن شاء الله من عندكم أيضا لخدمة الزوار وتغطية الزوار والخدم اللي موجودين هنا، خدمة الزوار أبو عبد الله حسين عليه السلام. حابين نعرف منذ تأسيسه من 2010 شلون بدأ هذا التأسيس، الخدمات اللي تقدموها. بدأ موكبنا بال 2010 خدمة زوار أبي عبد الله الحسين بهذا المكان، نقدم بخدمات للزوار أيضا، خدمات للأكل توعية أيضا. قدمنا هواي مزايا بهذا الموكب من خلال بدعم وإشراف سماحة الشيخ إمام حمودي الله يحفظه، والكادر الشباب اللي موجودين من موظفين ومتبرعين ومساهمين أيضا لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. وإلى الآن يعني نقدم الخدمات اللي موجودة من طعام وشراب. تفضلت بالتوعية، أنا شفت قبل قليل وزعتوا، خلينا نشوف هذه العلميز. شنو هذه المنشورات؟ هذه المنشورات بيها شهداء وبيها تعقيب الصلوات، بيها زيارة الأربعين، بيها زيارة عاشوراء. نعم أيضا على خطاكم هذه زيارة الشهيدين، صور أخرى، منشورات أخرى، عندنا مجموعة تتوزع وتثبت على حقائب السائرين إلى كربلاء. حثون الشباب على إقامة الصلاة، تعقيبات الأدعية، هذه بين فترة وفترة أنا أشوف دا توزعوها، وهذه مهمة جدا للزائر. أكيد 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 للزائر. أيضا بعث أو نشر وعي، لأن الإمام الحسين مو بس تقدم الخدمة من طعام وشراب، لا، توصل فكرة للناس على أنه هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشهداء ضحوا في سبيل إعلاء كلمة الحسين أو إعلاء اسم الحسين عليه السلام.